أكثر إنجاز فرحت به من كل قلبك بالغربة؟ بالغربة هو فوزي بجائزة السينوغرافيا بمهرجان قرطاج أمام 15 دولة عربية وسبع دول أفريقية. أستاذ محمود، هل يوم السينما العراقية هل هي غائبة أو مغيبة؟ لمن تصنع سينما وأنت لا توجد لديك دور سينما بالعراق؟ قلم مكسور كان بيدك دائما. الفترة الأخيرة يعني من 2017 لحد الآن لم أمسك القلم. صحيح. الفنان جواد الشكرشي والفنان بهجة الجبوري. من المكاسب الكبيرة للبلد أن تكون هذه الأسماء موجودة في الدراما العربية. مفردة الندم شنو تعتبرها؟ لا تندم على شيء لأنك خلقت لتتجاوز كل ما يعترضك. تسمع شيء مؤثر أو أنت يعني دائما يستهويك أنه تسمع؟ زعلان بس يا زعل لما ترد للصدق قبل المنادى أجي. وشلون جاي أجي أركض ركض محترق.